الله الرحمن الرحيم. اليوم 26 الشهر، اليوم خميس، ضرب دخانيات بلشوا بينا من السبعة العصر، العفو من السبعة المغرب بالضبط، ضرب دخانيات اليوم. هاي طبعا مستمرة شغلة الدخانيات، بس اليوم ضربت قنبلة جديدة اللي هي هاي اكو ناس يما شمروها عليهم، بس مجرد شمها قبل وقع، ما نعرف شنو السالفة. اتصور مال اعصاب، هي سموكن بس شنو هي ما اعرف. هسه حاليا بالوقفة احنا ساعة 8 وربع بالضبط ضربوا من هاي، ضربوا ثلاثة من عندها، فريق مكافحة الدخانيات.